لم يمضي سوى عدة ساعات على استهداف العدوان السعودي لمنطقة السبعين بضربة جوية خلفت أكثر من 30 شهيد وأكثر من 100 جريح، حتى عاود طلعاته الجوية واعتداءاته الهمجية مرة أخرى على العاصمة، مستهدفا أحياء سكنية بالقرب من شارع صخر، منها مبنى تابع للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. تكلم من أمام اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، حيث قد تضرروا الكثير من البيوت المجاورة والمواطنين الساكنين هنا، وكذلك الأمن المركزي الحالي. حاليا قوات الأمن الخاصة تضررت، وكذلك من الشهداء الكثير بالمئات. لن يثنون مهما عملوا، مهما ضربوا بصواريخهم، فعلوا سلول لن يأخذون إلا من الجو، أما في الأرض فهم أضعف من الحشرات، مهما عملوا لن يثنون أبدا. القصف الهستيري خلف أضرارا ودمارا في مباني السكان والمواطنين العزل، ناهيك عن الرعب والخوف والهلع في أوساط الأطفال والنساء وكبار السن. أرهبوا الأطفال وهربوا السكان، وأكثر السكان ضرروا، ومئات الجرحى ومئات القتلى. هذول الإرهابيين السعوديين، والله نقول لسلمان وأذياله وأمريكا أنكم لن تخيفونا ولن تخيفوا الشعب اليمني بصواريخكم ولا بطائراتكم، فالشعب اليمني شعب صامت، شعب واحد لا يخيفه أي شيء. المواطنون ناشدوا قادة العالم والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان سرعة التدخل الإنساني ولم ور في التاريخ لوقف العدوان السعودي على اليمن ووضع حد لآلة حربه التي دمرت الأرض والإنسان وتجاوزت كل قيم الإنسانية والدساتير الدولية. يستهدفوا الأطفال الأبرياء والشيوخ والبيوت، ما ذنب المواطنين؟ إذا كانوا يتكلموا عن الحوثيين فذهبوا إلى مواقعهم. هذا قد استهدفوا البنى التحتية ومقومات الدولة ومقومات البلد، هذا يدل على أنهم استعدوا الشعب كاملا. هؤلاء عندما يقولوا عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، هذا كل كذب بعيد عن الواقع وعن المنطلق اللي يتكلموا منه. أنهم إحنا ما نشوف من عاصفة الأمل إلا هذا الدمار اللي دمروا البنى التحتية ومقومات البلد. الغارات الجوية استهدفت العديد من المحافظات خلال الساعة الماضية، تركزت معظمها على العاصمة صنعاء، يليها محافظة حجة ومحافظة تعز ومحافظة الصعدة.